سيدي محمد، انا يا تعرفت على واحد السيده اعلى من قص داكر. تعرفت على واحد السيده بون، انا هذيك الساعه كنت كنمشي عند واحد الراقي، انا نادى عليك الاسم سي. نعم انا يا فوجده، ولكن انا ما عارفش والو في هذا العالم هذا، ولكن من بعد دابا في هذه الساعه فهمت بلي هذاك الشيء دير هذاك الراقي ماشي هو هذاك، لانه هذاك الراقي كان كيفاش كي دابا ماشي بحال كيف ما كدير انت سي محمد، عنده هذيك الرقيه كيستعمل الجن عليك، زيد القدام كترجع للور كتبقى الدور مال. كملنا مع هذاك الراقي، ملي تعرفت على هذيك السيده انا كنت ديجا دزت عند هذاك الراقي. هذيك السيده هذيك ملي تعرفت عليها قالت لي انا راني مريضه وخصني نمشي، وديتها عند هذاك الراقي. انا من ورا هذاك الراقي داوني عند واحد السيد في توريت. هذاك السيد في توريت كيخدم بشي طريقه اللي ماشي هي هذيك، داير الشعوذه القفوله، كيدير هذاك الشيء القفوله، هذاك الشيء البخور، هذاك الشيء الكتب، حرق هذه اليوم، حرق هذه غدا، حرق هذه بعدو، كيدير هذاك الشيء ديال القفوله الفاس، كيدير واحد الجفنه هكذا ساحر. نعم انا ديت معايا حتى هذيك السيده هذيك من ورا هذاك الراقي هذاك، ديتها حتى هي عند هذا السيد هذا، حتى هي دازت عند هذا السيد هذا. هذيك السيده هذيك الساعه بحال معها شي حاجه، واش كيف انا من بعد عاد فهمت، قال لك ملوكه ولا شي حاجه. كتقول لي انا عندي معايا ملكه. داكور. من بعد هذاك السيد جبته عندي لواحد المكان عندي هنا، زعما قال لي زعما الا كاين شي حاجه مديوره تما، شي راش ولا هادي. ملي ديتو لهذاك المكان هذاك بقى كيمشي عاود المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، كيدير هادشي هذا دائما بالبخور بمازهار بهادشي هذا. قال لي هذاك المكان هذاك، قال لي ماشي هو، قال لي قالها لي ولده، قال لي انه فيه مملكه وما زاد شرح لي اكثر، وما عمره ما شرح لي شي حاجه، وانا الحاجه اللي كيقول لي نديرها كنديرها دائما، دير هذه دير هذه. جاب ولده سكنوا معايا، بقى معايا ولده ساكن في الدار تقريبا شهر وشي حاجه، وما فاهم انا حتى شي حاجه، ما عرف حتى شي حاجه، ما فاهم والو. ودابا هذيك السيده هذيك من بعد ولات كتشوفهم، قالت لي انا كنشوفهم بحال انا، الحاجه اللي فهمت انه هذيك ملكه ولا هذوك مع دوك الجن اللي كيسمعوا كي وكيوصلوا الهضره، هذه اللي فهمت، ولا ملكه زعما ساحره. انا سافرت، قالت لي خصك تسافر تسافر تسافر. هذه تقريبا عام سافرت، مشيت لاسبانيا، مشيت انا قلت غادي نمشي على 10 ايام وغادي نرجع في حالي، بقيت تما مربوط، كنخرج من الدار تما تربط في الدار. الهضره غير الفلوس، غير صيفط الفلوس صيفط الفلوس، بقيت انا كنصيفط الفلوس ونسيت باش نقول لك. هذيك الساعه ملي ديتها دارت هذيك الفسخ مثلا في هذيك الجفنه وهذيك، قالت لي عطيني واحد 200 درهم، راه قالوا قالت لي ملكه راه مخدمين لك في 200 درهم، عطيتها 200 درهم دارتها في هذيك الجفنه، ودرتها في هذيك الجفنه، دار هبطات لتحت، هي نزلت رجليها فوقها، طلعت هذيك 200 درهم رشات فيها الريحه، قالت لي هذه بقى هزها معك، بقيت هزها معايا. المهم مشات الامور بحال هكذا سيدي محمد. انا سافرت لاسبانيا، بقيت في اسبانيا عام، دابا يلاه 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 جيت ماشي بزاف، بقيت عام، وهي البنت كتهضر لي على الفلوس 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 دائما، وانا غير كنصيفط في الفلوس كنصيفط، غرقت غرقتني الروينه ديال الفلوس بلا ما نذكروا العدد، ولكن هذاك الشيء خيالي اللي كان عندي، غير خويلها خويلها اي حاجه كتقول لي، كتقولي لا ما تهبش دابا راه مديولي لا ما، وانا يا ما كنقدر نتحرك، غير جالس في الدار. تصور انه انا ساكن حدا البحر، عومه ما قدرتش نعومها، فهمتك، وانا غير كنسمع فمي مسدود، ما نقدرش نهضر معاها، ما نقدر لا نتناقش معاها. دابا واخا انا عارف، كنقول راسي شي مرات كنقول راسي شنو راني ندير، ولكن ما نقدرش نهضر. حتى لهادي سيدي محمد هادي تقريبا شهرين، واحد الصديق ديالي جا عندي، دار الله واحد السبب، قال لي نتايا ما راكش مزيان، نتايا ما راكش مزيان. بديت كنهضر معاه، قلت له ديناها شوف شوف شنو واقع وشنو واقع، وهو كان غيدير شي دواء مع شي الناس، قلت له حتى انا ندير معاك هاد الدواء هذا. درت هذاك الدواء معاه، هذاك السيد من بلاد اخرى ماشي من المغرب، صافتنا جوج الورقات، جوج الورقات غير بالقران، درناهم في قله ديال الماء ديال 5 لتر، كنشربوا في الليل
وكندهنوا الجسم ديالنا وفي الصباح لمدة 40 يوم. أنا فقت كاع هذاك الشيء اللي كان فمي مسدود، عيني مسدودين، كل شيء مسدود، رجليا ما نقدرش نتحرك، فقت ما بقيت هو هذاك اللي. وهي نهار بديت انا كندير الدواء عيطات لي، قالت لي راك دير شي دواء. انا هذيك الساعه وشنو وقع، باش وشنو وقع، ملي فقت بنت لي غير واحد الكونتاكت ديال واحد صاحبتها، هذيك صاحبتها هي اللي كانت كتكون معها دائما، هي خاصمتني معها، دارت لي معها المشاكل، ما بقيتش كنهضر معها. هذيك الساعه مشيت قلبت على النمره، جبتها عيطت عليها بام، قلت لها شوفي انا احكي لي كل شيء اللي كاين صراحه، انا راني كنت ماشي هو هذاك، دابا احكي لي الصراحه. وهذيك صاحبتها دابزت معها بقات كتحكي لي، حكات لي عليها فين الساحره، فين الامام، حكات لي كل شيء هذيك صاحبتها. المهم دابا بانوا بزاف ديال الامور، انه باللي كانت طحنتني طحين، مشاكل مع صحابي، مشاكل مع العائله، ما كان هضرت مع شي واحد، بقيت بوحدي. دار ربي السبب انه هذا السيد هذا، هذا الصديق هذا، جا من يدو، جات منو هذا الاخر، باش وعلى وثلاث شهور قبل ما نبدا هذا الدواء هذا، جاتني واحد الرؤيه قبل الفجر، واحد الرؤيه قبل ما نوض نصلي الفجر، جاتني هكذا انه غادي في الدار فين كنت ساكن، غادي 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 نقبض واحد السراق، وهذاك السراق هو كلون ماكي. دابا انا عاد بديت كنفهم هذاك الكلون هذاك، انا دابا التخميمه اللي كنخمم هي هاد البنت هادي، كيسرق، شديتو عطيتو العصا، دخلت للدار، من بعد جاو الرقات ثلاثه بهم وداروا لي الرقيه، وهما هادو الناس هادو اللي صيفطوا لي هاد الدواء هذا اللي درتو، والعائله معايا وهداك الشيء. هادي رؤيه انا شفتها قبل الفجر، والحمد لله ملي بديت كندير هذاك الدواء هذاك سيدي محمد، الليله اللي بديت كندير فيه الدواء، المهم قلت لك انا، هي عيطات لي قالت لي راك كدير شي دواء ولا راه جايك شي دواء، هادي الليله اللي بديت كندير الدواء هذاك، كنشرب هذاك الماء وكان كان 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 كنغسل به. هذيك الليله قبل الفجر، جاتني واحد الرؤيه انه واحد الزاج غليظ ما تقدرش تهرسو، وكنشوف من ورا الزاج شي حاجه بيضاء، طرطق هذاك الزاج كامل. الحمد لله دابا راني مزيان، ماشي بحال ما كنت، واللي دابا راني في الوعي ديالي، عارف شنو. قبل لا قبل كنت، وانا عندي احساس بانه هذاك السيد هذاك الساحر هذاك ديال توريرت، هذاك الساحر ديال توريرت دار بزاف ديال الامورات، وبالخصوص في هذيك البلاصه، هذيك البلاصه اللي قال لي كاينه شي حاجه في هذيك البلاصه، هذيك كان كيدير شي امور، ماشي غير مره ولا زوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا اكثر من 40 50 60 مره مشينا لتما. وعندي احساس بلي ركب فيا شي حوايج ولا دخل فيا شي حوايج ولا المهم كاين شي حاجه. دابا هادي واحد اسبوعين ولا ثلاثه سيمانات شافوها هي مع داك الساحر حدا ديك البلاصه، هي مع داك الساحر حدا ديك البلاصه هاديك، ودابا كاين امور اخرين سيدي محمد. دابا ولات مع ولات اون كونتاكت مع شي اصدقاء اخرين اللي كنت انا كنعرفهم صحابي، وهي دارت معاهم علاقه ملي كنت انايا في اسبانيا، هي تلاقات بهم هنايا ولات بعلاقه معاهم، ودابا ما بقاش هذاك زعما غير الساحر، وهي داخل معاهم حتى ناس اخرين. فهمت. وكلشي هادشي هذا غير على الفلوس وعلى المكان. دار الرقيه تحرك. دابا سيدي محمد انا كندير الرقيات، ملي كان بقيت دابا في هذه المده نتاع شهرين ونص كندير الرقيه، وعندي بزاف ديال الاعراض في الجسم. ملي كندير الرقيه كنسمع الرقيه، عندي بحال الرجلين ديالي ما كيوقفوش، النبضات قويه في الرجلين ديالي، هاد الجهه اليسريه عندي القلب مثلا كيطلع لي من هنايا، والقلب بحال كتخشي فيا شي موش، كتشد شي موش كتخشي لي في القلب، النبضات في الكرش في البطن
الصدر كيتنفخ في العوره. المهم بزاف ديال الاعراض، وبالخصوص ملي كان بحال البارح نيت قبل الفجر فقت. المهم فقت مع 5 الصباح، الناس شويه بكري فقت مع قبل ما كنتش كنعس، دابا وليت كناكل كنينه باش كنعس. فقت مع 5 الصباح، توضيت ودرت الرقيه، واحد الرقيه ديالك اسيدي محمد. المهم دائما ملي كندير الرقيه ديالك ما عرفت سبحان الله كنبقى نبكي، دائما كيجيني البكاء بزاف. كيجيك غير البكاء؟ نعم غير البكاء. كتصرعش ما كتعواش؟ كنحس بالصدر ديالي كيتنفخ، كنحس. وفي الصباح ملي كنفيق بحال اليوم مثلا الصباح ما قادرش نهز رجليا. وكتجيني هذيك التشكه بزاف ديال القلب، كتجيني بزاف. وعندي بنت الاخت ديالي مثلا مره كتشوف شي امور نو في احلام، وملي درت الدواء عيطات لي قالت لي ودي راه عندك واحد، راه ربي معك، راهم كانوا باغيين يقتلوا لك النص ديالك، يشلوك. زيد الناس في اليسري كانوا باغيين يشلوك، باش تما ملي كتشلل كت. طيب انت حاليا ما تصرعتش؟ نعم ما تصرعتش. لا حيت ما درتش تزير الفم يتحرك عندك. كان تزير بزاف اسيدي محمد. فهمتك. وبالخصوص كتجيني بزاف هذه التزييره ديال 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 الصدر. دابا بحال اسيدي محمد بغيت الله يجازيك بغيت نسقسي مثلا هاد الدواء اللي درتو مع هاد السيد هذا شنو بان لك فيه؟ راه باين. ماشي مع ديال التوريد. لا الاخر ديال الماء. ديال الماء اللي صدت لك ديك الورقه؟ نعم. لا يجوز. لا يجوز ما؟ لا يجوز. غير شرعي. واي حاجه كنسميوها غير شرعيه الا كتولي ماشي شرعيه. نعم. ولا ما كانت شرعيه كاين جوج حوايج لا ثالث لهما. دابا راك تشوف الرقيه ولات في المغرب مقسمه لاقسام. نعم. ولات الرقيه ولا الروحاني. نعم. ولا النوراني ولا مول البركه ولا. نعم. الساحر ولا ما كاينش هادشي. هذا كاين قسمين في الرقيه، كاين شرعيه وغير شرعيه. كل شيء يخالف الشرع فهو غير شرعي. يعني دابا الطريقه اللي عطاها لك هاد السيد هذا من بعيد وصيفط لك هاد الورقه غطستها في الماء وهاد الاشياء هذه غير شرعيه. الرقيه بماذا تكون الرقيه؟ بكلام مفهوم من قران وايات وادعيه. نعم. فقط هادشي اللي كاين. بس انفصل رجع لك كرسي، خلي كرسي تما. لا خلي ما عادش تقدرش تولي تجلس فيه. شوف و سيدي ما نسيت حيت ملي كنت كنديه مثلا لهذا المكان كنت كندي كان كي ندي حتى للمحل الاخر وديتو حتى للدار. واحد المره فقت الصباح طلعت للسطح لقيت في السطح عامر بالماء. الجيران حتى واحد ما عنده شي حاجه. السطح عندي عامر بالماء، عامر بالعلف ديال الزيتون، العلف ديال التمر، العلف ديال 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 الخروب، الحنه، النحل. وقال لي هذوك الامور هذوك كاع قال لي اجمعهم لي، جمعتهم له وعطيتهم له. زيد ما فهمتش، ما عمره ما فهمني. قلت له شنو هذا الشيء هذا؟ فهمني. ما تراك تثبت ان الطريقه غير شرعيه. نعم راك تزيد تثبت لي ان الطريقه غير شرعيه. نعم فهمت. لا انا كنشوف فيك بلي المسار العلاجي ديالك كامل مدبوس بهذه الدرجه هذه. لا لانه انا ما فاهمش. ما عارفش دابا انت عرفت، غادي نزيد نعرفك في التالي كي نكملوا ونقطعوا هذا الشيء هذا. نعم ونقطعوا هذا البت هذا ان شاء الله تكمل الحصه. غادي نقول لك واحد الكلمه. حيت على المباشر اسيدي. في وجهي. واه على المباشر. واه في وجهي. واه على المباشر. نعم. في الوجه ديالي انا. نعم. كتفرج المقاطع ديالي. ضروري دائما. يعني انت تعرفت عليا من خلال المقاطع؟ انا تعرفت عليك في خلال فيسبوك. فيسبوك صافي. يلا غمض عينيك وكنطلب الله تعالى يوفقنا. الشفاء ان شاء الله. امين يا رب. دابا هذه اول حصه عندك معايا. طلب الله عز وجل اذا اراد ربي ان تكون الاخيره راه غادي تكون. والى ما قدرش الله عز وجل غادي تكون خطوات ونظام. ضروري. وان شاء الله ربي يدير الخير. وراه برزقك سحروا لك ما تخافش. غير بفلوسك. ان شاء الله باذن الله ما تضيعش.
دابا اول حاجه بنادم كيقلب على الصحه ديالو، لان انا الصحه ديالي وصلت لواحد الدرجه على ربي الله اعلم اعلم ذلك، قدر الله ما شاء فعل. عليك بالصبر، عليك الحمد لله ما عندناش، الحمد لله راك واقف وكتمشى عند عطاك الله عز وجل ضوء البصيره، ربي بصرك بالحق اللي ما كنتش عارفه، واستفقت من هذه الغيبوبه اللي كنت فيها، وعرفت مع من راك، ماشي نعمه هذه. دابا لا الحمد لله، دابا هما تخربقوا في الدماغ ديالهم انه، لانه ما كانوش كيتصوروا انه الحاجه الاولى انه غنجي ندخل المغرب، ما كانوش كيتسناوها. دابا انا مثلا ملي جيت كنعيط عليها فين كنتلاقاو، ما تقدرش تجي تلاقاني. واخا هي مخممه انا ما كانش خاصني كاع نتلاقاها واحد النهايه، لانه ما كتوقفش عندي واحد الاحساس، وعلى حسب ما عاودوا لي على حسب ما قالوا لي ما كتوقفش. اي حاجه كديرها تمشي مانيش عارف، اي حاجه غديرها كديرها بالشعوذه. كل الانجازات ديالها ديال السحر. نعم، كاع الانجازات اللي وصلت لها في حياتها بسبب السحر، كل شيء. الله المستعان. يلا غمض عينيك وركز معايا مزيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين، قل
الذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويشفع صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 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 إن الله على كل شيء قدير اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 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 وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 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 إن الله على كل شيء قدير إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا 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 إن الله على كل شيء قدير إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين أجيبوا داعي الله 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 ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله 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 جميعا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديك وتكلمنا أيديك وتكلمنا أيديك وتكلمنا أيديك وتكلمنا أيديك وتكلمنا أيديك وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أسحر هذا 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 ولا
يفلح الساحرون. أسحر هذا؟ 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 ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون. أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل 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 ما كانوا يعملون، 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 وبطل ما كانوا يعملون. كل جني يسمع ويرى وكلوا بسحر عظيم للمحبة للخضوع والخنوع للسمع والطاعة، خضوع والخنوع للسمع والطاعة. كل جني يسمع ويرى وكلوا بالخضوع والخنوع للسمع والطاعة، للسمع والطاعة، للسمع والطاعة، للسمع والطاعة. كل جني وكلوا بالخضوع والخنوع للسمع والطاعة، للسمع والطاعة، للسمع والطاعة. كل جني يسمع ويرى وكلوا وقيلوا بسم الله والله أكبر من كل جنين سحره عظيم، وكلوا للخضوع والخنوع للسمع والطاعة، للسمع والطاعة، للسمع والطاعة، للسمع والطاعة. كل جنين يسمع ويرى، كل جنين يسمع ويرى، كل جنين يسمع ويرى، كل جنين يستخفي يتوارى، جنين يختبئ يتوارى، جنين يلبس يتوارى، يستخفي يتوارى، يختبئ يتوارى، يلبس يتوارى، اختبئ يتوارى، اختبئ يتوارى. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، 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 فاستبقوا الخيرات. أينما تكون يأتي بكم الله، أينما تكون يأتي بكم الله، 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 يأتي بكم الله جميعا، 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 يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. إنه من سليمان، إنه من سليمان، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي. وأتوني، 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 وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي، ألا تعلوا علي. وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كل جن يسمع ويرى، وكلوا بالسحر للخضوع والخنوع للسمع والطاعة، للسمع والطاعة، للسمع والطاعة، للسمع والطاعة، للسمع والطاعة، للسمع والطاعة. بسم الله أجيبوا داعي الله. هذا سحر مسلمة لا شيء فيها. كل جني موجود في هذا البدن أريد أن أسأل وأنتم تجيبوا. هذه أول مرة يصل إلى هذه الحالة، ونريد إن شاء الله بإذن الله عز وجل أن نصل معكم إلى الحل. نطرح أسئلة وتجيبون إن شاء الله بإذن الله عز وجل عليها. طيب
هذا سحر الذي دخلت به سحر الذي توكلت به سحر هذا السحر هل دفنه في مقبرة مدفون بصوره بصورته اللهم أبق سحرا مدفونا في القبور والمقابر 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 مدفونا بالصور في القبور والمقابر في أعتاب المنازل للقبور والمقابر بسم الله العظيم الكريم يقول كل سحر مدفون في القبور والمقابر في أعتاب المنازل في أبواب المنازل في زوايا المنازل رشوه في الباب والعتبة اللهم أبطل كل سحر مرشوش 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 اللهم أبطل كل سحر عظيم قديم أحرق بالنار وذر في الهواء 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 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل 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 ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يشفي صدور قوم المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه شفاء للناس سبابة مرفوعة أنت مسلم ده غير البداية أنت مسلم جيني مسلم سبابة مرفوعة أنت جيني مسلم أنت مسلم أنت جيني مسلم جيني مسلم اللي الآن موجود معنا في الجسد مسلم أنت مسلم
السبابة ماشي انت راك رافعها، الراسة ترفعت كترفع بوحدها صافي مزيان. هذا استاذ المرة اللي فاتت الاستاذ مع الراقي الاخر عطنا واحد الدقيقة. اللهم يا فاتح ابواب الفرج يا عاليا بلا درج يا من شق البحر لموسى حتى خرج، اخرجنا وسائر المسلمين من الضيق الى الفرج ومن المرض الى الصحه ومن التعاسه والشق الى الفرحه والسعاده. اغفر اللهم ارض ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا. اللهم كن معنا في كل خطوه نخطوها، اسالك اللهم ارض فعل الخيرات واترك الفواحش والمعاصي والزلات والاثام والمنكرات. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اني اسالك الجنه ونعيمها ودارها ودورها وقصورها، ونعوذ بك اللهم من النار وحرها وقعرها وظلامها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها. آمين وآمين. أسألك اللهم رب فعل الخيرات ترك الفواحش والمعاصي والزلات والآثام والمنكرات، كلنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما هو آت، يا إله ورب الأرض والسماوات لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك ولا رب سواك. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا ابقداء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما.